خلينا ناخد معانا على التليفون الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك دكتور هيثم. يعني كيف ترون ما يحدث الآن، مش بس على الأراضي الفلسطينية، ما يحدث على الأراضي الفلسطينية ورد الفعل من المؤسسة الأممية، مش بتكلم على الأمم المتحدة نفسها، ولكن أتحدث عن طول الوقت قرارات مجلس الأمن التي تعطل إيقاف هذا العدوان. نعم، مساء الخير لك أستاذي ولكل المشاهدين. يجب أولا أن نفصل بين مجلس الأمن وباقي دوائر الأمم المتحدة، لأنه مجلس طبعا الأمن في الشكل هو يتبع الأمم المتحدة، ولكنه في المضمون يعمل بأجندات سياسية محض، لا علاقة لي إذا أردت الرؤية الإنسانية التي يعني تعمل بها باقي مؤسسات الأمم المتحدة. وبالتالي هنا تكمن المشكلة. وأعتقد بأن الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش دعا مؤخرا إلى إعادة النظر، أو نحن نسميه اليو ان ريفورمز، أو يعني التعديلات في البنود لبعض المنظمات في الأمم المتحدة وللهيئات الأممية مثل مجلس الأمن، بحيث يعني يتم معالجة المشكلة الأساسية في مجلس الأمن وهو الفيتو. أنا شخصيا تقدمت منذ حوالي 3 سنوات بمشروع لإلغاء الفيتو من الشؤون الإنسانية، يعني عندما نكون أمام مشهد مثل مشهد غزة، مثل أي مشهد دموي إنساني في العالم، لا يجب ولا يجوز للدول الخمسة تحديدا استعمال الفيتو في هذا الموضوع، لأنه إذا لم نفصل بين الشؤون الإنسانية والشؤون السياسية نقع في المحظور، وهذا ما حصل اليوم في غزة وفي باقي المدن الأخرى التي تعاني من نفس المشكلات، التي يمكن بأقل حدية طبعا، ولكن هناك مشكلات إنسانية في العالم تعاني جراء استعمال هذه الفيتوات من الأعضاء الخمسة لمجلس الأمن. طيب دكتور هيثم، يعني قد يكون الكلام يبدو فلسفيا مني، يعني لماذا كل من يدعون للسلام ولحق الإنسان لا يستطيعون أن يفعلوا ما نأمل إليه، وكل من يدعون للحرب وللدمار يستطيعون أن يفعلوا ولو أبسط أو أقل أو أتفه قراراتهم؟ يعني إزاي مش قادرين نضغط على الحكومات لوقف هذا العدوان، وفي نفس الوقت نرى مجلس الأمن يفعل ما يشاء ويتم استخدام حق الفيتو كيفما يشاء؟ يعني لو سمحت لي أن لا أغوص كثيرا في السياسات للدول، ولكن سأتناول الموضوع من حيث الدبلوماسيات ومن ضمن الأطر المعمول بها اليوم في عملنا. أنا أعتقد شخصيا، وهذا لا يلزم المجلس، ولكن أنا أعتقد شخصيا أن هناك دول تحاول أن تتلطى من خلال بعض الدول النافذة في مجلس الأمن، ويعني تقول شيء وتبطن شيء آخر. يعني ما نسمعه في لبعض الدول لبعض الحكومات في العلن قد لا يعكس حقيقة ما يبطنونه في عملهم وفي أفعالهم وفي مقرباتهم لهذه المشاكل الإنسانية. لذلك أنا أرى أن التعويل اليوم يجب أن يكون على الناس، يجب أن يسمعوا أصواتهم يعني بشكل صارخ تجاه حكوماتهم، يجب أن يكون هناك محاسبة داخلية لكل دولة التي لا تحترم القوانين الدولية، فيما أن هناك العديد من الدول هي من قامت بتشريعات لهذه القوانين، وهي من كانت تنادي بتطبيق هذه القوانين، وهي من كانت يعني تعطي الدروس في الأخلاقيات إذا أردت لبعض الدول التي لا يعني التي لا تطبق يعني حرفيا هذه البنود. لذلك السبيل الوحيد اليوم هو الانتفاضة الشعبية المحقة السلمية تجاه الحكومات التي اليوم نراها بشكل واضح وصريح تشرعن الإبادات، تشرعن القتل، تدعم كل من يقوم بهذه الأعمال. وهذه الدول معروفة اليوم، وهي يعني لا تخفي هذا الأمر، وهي تجاهر بهذا البيان، يعني سواء كان في مجلس الأمن أو غير مجلس الأمن. لذلك هذه المعضلة لا يمكن التعويل عليها فقط على المؤسسات الأممية، لأن المؤسسات الأممية تعمل سيدي، وأنت ترى يعني كيف نعمل في هذه المجالات
وقد تم تنصيب محكمة من أجل مقاضاة الكيان الإسرائيلي، وهناك أعمال يعني قائمة ليلا ونهارا من قبل المؤسسات والأشخاص الذين يدورون في فلك الأمم المتحدة. ولكن بنهاية المطاف هناك قوة فاعلة ميدانية من قبل بعض الحكومات تحاول أن تعرقل هذه الأعمال الإنسانية وحتى الأعمال القانونية والقضائية. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة بجنيف.